بالضبط. تركت البيت لأنه تم الرفض. اختصر الموضوع، ليه تركت البيت؟ تركت البيت وكانت من مو من النوادر، كانت حالة نادرة وأولى أنه أنا دافع عن رأيي بأنه أنا يعني أعترض وأترك البيت، لأنه خلص صرت بمكان لازم أخذ قرار ولا أنا حأفشل. في وجه أب قوي جداً وتخاف منه جداً طبعاً، إضافة لأنك تحترمه، احترامي لإله هو اللي خليك تخاف، خلاني أكسر خوفي وصر على رأيي وصر أنه أنا حدا عندي موهبة وأنا رايح لأدرس شيء أنا بحبه. موافقته تمت بعد الرفض لسنتين،